بونجور، معكم مدام مها. أنا مدرسة فرنسي وبدي حل أسئلة قسم اللغة الفرنسية تعب الكتابي السنة الثانية للفصل الأول 2020-2021 Université de Damas، جامعة دمشق. أنا ماني دكتورة بالفرنسي لكن عندي شوية خبرة وحابة أني أقدم المساعدة. بدنا نحلهم مع بعضنا ونحط ملاحظة عند بعض الأشياء حتى تترسخ في ذهننا. عندي هون السؤال الأول، عم بيقول Choisissez dans la liste le bon connecteur pour compléter les phrases suivantes. اختر في لائحة الكلمات التالية الأداة connecteur، الأداة pour compléter لإكمال الجمل التالية. عندي هون 15 جملة مع 15 كونكتور، مع 15 رابط، بدنا نحطهم حسب المعنى. خلينا نشوف بالأول معاني وشو هنن وبعدها بنحاول نحل. هلا أنا بنصحكم إنه بالفحص وقت بدكم تحلوا بعد ما بتفهمون هدول واللي قدرنا نفهمه فهمنا واللي لا معلش، بنحاول نحل أسهل شي علينا ونترك الصعب للأخير حتى يقل عندي عدد الخيارات اللي قدامي. فأنا بحل اللي بعرفه وبترك اللي ما بعرفه، بعدها بحاول فيه، مش الحال ما مشي بعدها بحطه على التوكل على الله ما الله وشو ما صار يصير، لأنه ما في قدامي حل تاني. خلينا نشوف الكلمات، بس أنا رح حلهم بترتيب. والسيكو بستخدمها للمقارنة، نحن بنعرف إنه بقارن كومباراتيف، بقارن ب بلوك وموان كو أوسيكو. أوسيكو يعني قد بعض، كميتين قد بعض، شغلتين عم بقارن بيناتهم بس هن متساويين. بس بستخدمهم للصفات للأسماء، ما بستخدمهم للأفعال. هي مو للأفعال، أوسيكو مي للأفعال، للأفعال بستخدم أوتانكو. هاي عرفت شغلي، إذن هاي مع فعل للمساواة، المقارنة مساواة، وهي ما تصير مع الفعل صفة أو اسم أو ظرف، المهم قد بعضهم. يعني هذا بطول هاد، هذا بجمال هاد، عم بقارن بين شغلتين قد بعضهم. بس لما بدي أقول فعل بقول هذا بحب أخوه قد ما أخوه بيحبه قد بعضهم، يعني بستخدم أوتانك. إذن للكومباراتيف المساواة إيجاليتي بستخدم أوسيكو وأوتانك. أوسيكو ما بستخدمه مع الفعل، صفة اسم ظرف، بس أوتانك بستخدمه بس مع الأفعال. دونك هاي أول واحدة. اثنين، دونك إذن، كونسيكونس إذن يعني هي نتيجة شيء. سي إذا، هاي إذا للشرط، شرطية كونديشنال. أنسي كمان كونسيكونس نتيجة، عن نتيجة منطقية وهيك منشوف إنه كذا كذا، يعني نتيجة منطقية. إذن هاي 1 2 3 سي 4 أنسي 5 هي وهكذا. pour préposition من أجل لي، 2 كمان préposition من comme مثل أو للتعجب. تجي ممكن تجي بالبداية كم أنا عم بتعجب، كم هذا جميل، كم هو ممتع. وممكن كمان أقول كم son frère مثل أخوه، وممكن كمان أستخدمه ك كوز بويسك بما أن، طالما بما أن. سي بوركوا لذلك، للنتيجة سي بوركوا. أيور أدفير دو ليو مكان آخر، محل تاني. سو بريبوزيسيون دو ليو ظرف حرف جر للمكان تحت. لو ميم نفس، مساواة في شيء، يعني إذا شغلي قد بعضها أنا ما عم بقارن بس عم بعمل مساواة بين شيئين، بحط لو ميم بده يكون مذكر. كوم سي مثل إذا، كما لو. سوا سوا هدول مع بعضهم هيك أو هيك، يعني بدل ما أستخدم أو بقول سوا سوا، ليكن كذا أو كذا. طبعا ألا بنقول على الفراغات باسكو للكوز، كونجونكسيون للكوز،
بخسكو، لأن هي كاس هي 15 كلمة. هلأ نحن بدنا نطلع، نحن الورقة عنا كتير بتساعدنا واضحة، لما بيكون عندي طلعوا هون في فراغ بين النقط، يعني أنا عندي كلمتين هي للمساعدة، ولما بيكون 3 نقط بس معناتها كلمة واحدة، فراغ بالنص يعني كلمتين، شايفين هي مساعدة هون كلمتين كلمتين بين رأسا كل واحدة لحالها، يعني هي يعني أنا لذلك بحل اللي بعرفه فورا. هون كمان كلمتين لازم يكون عندي اللي إلى كو تبعات الكو، ممكن لأنه بيجوا بعيدين عن بعضهم شوي، خلينا نبدأ فيهم واحدة واحدة. Ce livre m'a plu. Le précédent. هذا الكتاب أعجبني. ما في عندي أكثر أو أقل، مثل السابق. أعجبني. أنا شو أنا هي اللي بدي أحطها؟ قلنا هذا فعل. طالما عندي هون في فعل وهو في السابق، يعني لما بقول هالكتاب عجبني والسابق يبدو يكون أكثر يا أقل يا قده، وبدي هون يكونوا كلمتين. إذن اللي بيتاخد مع فعل للمساواة هو autant que. إذن autant هذا الكتاب أعجبني، autant que le précédent مثل السابق. إذن autant que بقد السابق، لأنه مقارنة مع وجود فعل، مع الفعل autant que. لو كانت صفة أو اسم حطيت aussi que. هلا tu étais plus attentif، كنت أنت أكثر انتباها، tu n'aurais pas cassé ce verre، ما كنت كسرت الكاسة. شو لازم أحط؟ لازم أحط conditionnel إذا كنت، وخاصة أنه عندنا هون imparfait وهون عندي conditionnel passé، هو الأفضل لو كانت conditionnel présent، لأنه مع الامبارفيه بيجي conditionnel présent. معليش ما في مشكلة، المهم أنا عندي هون conditionnel بدي حط سي. إذا سي tu étais، فعل الشرط وجواب الشرط، لو كنت منتبه أكثر ما كانت انكسرت هالكاسة. 3 le voilà arrivé. Ha, شوفوا وصل. Il n'est pas fâché. ومو معصب. إذن وصل ومو مع، طالما إجا يعني مو معصب. إذن donc بحط donc اللي هي إذن، نتيجة منطقية. طالما إجا معناتها مو معصب. 3 هي donc. Donc il n'est pas fâché. وخاصة في عندي هون فاصلة، donc بتجي بعد فاصلة. Donc il n'est pas fâché. إذن هو مو معصب. 4 ses chaussures sont de marque. هالحذاء هو ماركة، يعني ماركة مثلا بجوز يكون من الماركات المشهورة. Elles sont si chères. هنن غاليات كتير. معناتها لازم أقول هل حذاء هو ماركة، لذلك كنتيجة إنه هو ماركة إنه راح تكونوا غالية، لازم أحط سي بوكوا. لذلك هن غاليات، هن ماركة لذلك غاليات. 5 جافي لو طون دي الي. هون شوفي عندي إشارة تعجب. إشارة تعجب بستخدمها لما بيكون في عندي أداة تعجب. طب أنا هون شو بدي أحط؟ بدي أحط ياكم ياكم سي. كم جافي لو طون ما تعجبت هيك. بدي أقول كم سي كما لو، وكأني طلع إنه عندي فراغين. هلا أنا يا هي يا هي، التنتين لازم أحطهم هن بيجوا مع التعجب. إذا طالما عندي فراغين فأنا بدي أخذ كم سي. 5 كم سي، وكأني عندي وقت، يعني أنا بتعجب ما حدا عم بيقول لي أعمل هالشغل، بقول وكأني أنا كان عندي وقت لحتى أعمل هالشي هاد. كم سي جافي لو طون ديالي، وكأن لدي الوقت للذهاب إلى هنا، يعني عم بيقول لي تعال وكأنه أنا عندي وقت إنه أجي. 6
Cette salle de cours, elle, Safad, est grande, kbir. Tout le monde peut voir le prof. كل الناس بتقدر كل الموجودين بيقدروا يشوفوا الأستاذ. كل هالصف كبير، النتيجة إنه كل الناس قدرت تشوف الأستاذ. هاي نتيجة هاي، معناتها أنسي وهكذا أنسي، هيك كنتيجة منطقية. أنسي وهكذا كل الناس قدرت تشوف الأستاذ لأنه الصف كبير. Consequence 7. Tu peux m'offrir un livre, une montre. كتاب ساعة، معناها يا كتاب يا ساعة. سواء إما كتابا إما ساعة، هاي إما. أو 8. Ce restaurant est cher. On va dîner. هالمطعم غالي. رح نتعشى. شو بدنا نعمل؟ نتعشى في مكان تاني. Ailleurs. Adverbe de lieu. هالمطعم غالي. On va dîner ailleurs. رح نروح نتعشى في مكان آخر. J'ai trop d'ennui. أنا كتير متضايق. Me libérer ce soir. أنا عندي هون infinitif لازم يجيني بعده شيء infinitif. ما بيجيني بعده infinitif إلا pour. شايفين أوائد لما ما بقدر بلاقي الحل بستخدم التحليل المنطقي، شرط يكون عنا المخ للتحليل المنطقي. J'ai trop d'ennui pour me libérer ce soir. كتير عندي متضايق ومزعوج لحتى أتفضى بهالمساء. pour بعدها infinitif. هلا بدي هون كلمتين. longtemps لازم يكون هون كو. قد ما الوقت اللي بنقدره nous pourrons nous vous aiderons. رح نساعدكم قد ما عنا وقت. رح نساعدكم. أنا حطيت المساواة autant que حتى تبعت الفعل. رح آخذ هلا تبعت الاسم أو الصفة. يعني aussi longtemps que aussi longtemps que nous pourrons admaran nawaz rah nsaadkom. On l'aime. 11. Menhubbo. Il est sincère. Huwa sadiq. Kelimtin. Menhubbo. Huwa sadiq. Lesh? Lannu sadiq. Izan parce que. كلمتين. لأنه نحبه لأنه صادق. il tremble هو يرتجف برد. واضحة. دو هدول لازم قبل شي نحلهم. يرتجف من البرد. la table s'est cassée. الطاولة انكسرت. le poids وزن de gros livres الكتاب الضخم. قيمة الطاولة بتنكسر معناتها في عليها وزن كتاب ضخم. إذا الطاولة انكسرت تحت سو لو بوا تحت وزن الكتاب الضخم. هلا il fait très chaud. شو بيعندي؟ بيعندي comme ولو ميم. ما بقدر ببدا بلو ميم. شو هو لو ميم؟ معناته بدي اقول comme بما ان مثل بويسك. ودائما comme تبدا بالبدايه. هدول الأدوات تبعين الكوز مثل بويسك. كوم تجي على طول في أول الجملة، أبدا ما تجي بالنص إلا إذا كان طبعا كوم سي ممكن. بس هاي كوم تبعت الكوز لا. كوم il fait très chaud. بما أن الطقس حار. la vieille dame n'est pas sur كوم il fait très chaud. بما أن الطقس حار. la vieille dame n'est pas sortie. السيدة العجوز لم تخرج. لازم تطلع بقى تتسلى. لذلك العجوز لم تخرج. إلا عاش كموا. كمان كلمتين. هي عندها نفس عمري. لمام قبل كلمة. قبل اسم. لمام عاش كموا. هي عمرها قد عمري. إلا لمام عاش كموا. يعني حتى ما أتخربط طالما فيهم في عندي كو. ما بصير أخذ أي واحدة مني اللي لون كو. طالما موجود الكو. برجع بعيدون. ce livre m'a plu autant que le précédent.
Si tu étais plus attentive, tu n'aurais pas cassé ce verre. Ah, le voilà arrivé, il n'est donc pas fâché. Ses chaussures sont de marque, c'est pourquoi elles sont si chères. Comme si j'avais le temps d'y aller, cette salle de cours est grande, ainsi tout le monde peut voir le prof. Tu peux m'offrir soit un livre, soit une montre. Ce restaurant est cher, on va dîner ailleurs. J'ai trop d'ennuis pour me libérer ce soir. Aussi longtemps que nous pourrons, nous vous aiderons. Il tremble de froid, la table s'est cassée sous le poids de gros livres. Comme il fait très chaud, la vieille dame n'est pas sortie. Elle a le même âge que moi. La fois bakafi sabha bel dars el jay. Kan nsmaakom hada ma. Au revoir et à la prochaine fois.